يلتحق بنا عبر الهاتف سي محمود بن مبروك من عام حزب مسار 25 جويلية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا سي محمود في وناه تونس. مرحبا بمستمعي ديوان افهم. اول حاجه حنبدا بسؤال تصريح البارح زميلتنا هدى الورغمي على ديوان افهم، قلت بانه الجهه المبادره بمشروع قانون التجريم غايتها غير بارئه، شنو غايتها بالضبط؟ والله في حقيقه الامر في مهز، هو جينا نشوفه احنا ساقبل كل شيء بطريقه الفنيه، احنا ما عادش نتندو فيها، بل اصبحت هي قضيتنا وهي موجوده حتى الفصل الثالث من قانون اساسي الحزب مسار 25 جويلية. معنا رينا كون المشروع نتاع اللي قدمت فيه يعني الجهه الكتله اللي قدمت هذا المشروع يعني وسرعه يعني مطالبتها بسرعه يعني المصادقه عليه هي يعني عمليه غير بريئه نظرا لوجود يعني ورود عده معلومات في المسار، كون هناك يعني جهات يعني قاعده تدفع يعني نحو كون تونس تدخل في ازمه سياسيه، هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى احنا نعرف ان القانون هذا فيه طابع جزائي، ما بين فيه طابع زجري وجزائي، لازم ناخذ موقف وزاره العدل واهل سي محمود. خلينا بشوي نفهموا الموضوع، خلينا الساعه في الغايات الغير البريئه، اي شنو هي الغايات الغير البريئه؟ الكتله هذيا سمحني سي محمود، راهو الجهه اللي مقدمه المبادره هي كتله الخط الوطني السيادي ومحسوبه على مسار 25 جويليه، معناها ستعمل ضد مسار 25 جويليه هذه الكتله. مش هذا الحديث، هي الجهه اللي قدمت المبادره صحيح، لكن الناس اللي طالبه يعني تجريم التطبيع اكبر ولا الحجم نتاعها من الكتله اللي قدمت المشروع للنومبر يعني نتاع النواب، ولا اكثر من عدد الكتله اللي هي فيها 25 ولا 20 فهمت اليوم، وصلوا حتى ل 70 و80 نائب. اذا نحن الاشكال وين؟ الاشكال هو ولا عندنا ازمه قانونيه، يعني النواب خرجت قال لك انا يتعدى القانون نحل البرلمان، ناس قالت لك انا نعدي القانون هذايا ونرمي الكوره رئيس الجمهوريه، نحطوا نحصر رئيس الجمهوريه في زاويه انه اذا كان يصح على قانون تجريم التطبيع يختموا، اذا باش ندخلوا في متاهات نتاع الازمات الاقتصاديه اللي باش تكبر وقتها في تونس، باش نخرجوا من ازمه لازمه ما اكبر ازمه اقتصاديه، وهذا موضوع اكبر من البرلمان واكبر حتى من الطبقه السياسيه الحاليه باحزابها وب يعني بمعنى عام يعني الطبقه السياسيه كلها. واذا كان رئيس الجمهوريه ما يختمش هذا القانون، اذا باش يقولوا راه رئيس الجمهوريه راهي اختار الشعبويه وقانون وراه وجود معناها انت حسب رايك الطرف هذا يريد توريط رئيس الجمهوريه في كذلك، وذاك علاش رئيس الجمهوريه يعني كان عنده المخرج القانوني الاول هو الفصل. شو الهدف نتاعهم في توريط رئيس الجمهوريه؟ علاش؟ هو شو الغايه نتاعهم؟ هذو ناس معروفين بقربهم لرئيس الجمهوريه، حزب كيما حركه الشعب، حزب مساند مسار 25 جويليه، نسمعوا في القيادات نتاعه، علاش؟ مساند مطلق مسار 25 جويليه، وناس وناس في البرلمان ماشي مع مسار 25 جويليه، يعني ما نجمش نقولوش كلهم راهم على المسار، وحتى الدعاوي والمسانده هم مش كل المساندين يعني للمسار مسانده مطلقه. الغايه كما قلت لك هو وضع رئيس الجمهوريه في زاويه ويعني اظهاره مظهر. شنو يربحوا من هذا؟ شنو يربحوا من هذا؟ يربحوا انهم يضربوا القاعده الشعبيه ومصداقيه رئيس الجمهوريه. اذا كان رئيس الجمهوريه يعيش ويقول انا مع تجريم التطبيع بعد ما يختمش القانون، شنو باش يكون المشهد اللي يعني الوضعيه باش يكون فيها رئيس الجمهوريه؟ تكون وضعيه يعني نوعا ما ضعيفه. هذا شحال يحبوا هما. معنى حزب كيما حركه الشعب هذه الغايه نتاعو توريط رئيس دوله؟ حركه الشعب نحن نرجع ونقول ثم ناس تدعي يعني قربها ومساندتها للمسار، لكن مش مسانده مطلقه، يعني ما نجمش نقعد انا نقول لك حركه الشعب وزير حركه الشعب، وانا قلت في عدد يعني قبل راه ماهوش مسانده مطلقه 100% للمسار. هذا هو يعني الازمه اللي خرج منها رئيس الجمهوريه بالفصل 60 والمطلق بشق على اضافتها، ونحن كمسار حلينا الباب بطريقه اخرى، نحن قلنا المشروع اكبر من البرلمان، هذا مش سقوط نتاع الشعب هذايا، والشعب يعني عنده فيني مس سامحني خلينا نحكي عمليا. انه الفصل في القانون قدامي انا قانون تجريم مشروع تجريم التطبيع، انه الفصل بالضبط اللي يمس بالامن القومي ولا يمس بمستقبل الاجيال القادمه كما قلت بقول المواطن. لا ما فهمتنيش. قانون تجريم التطبيع يصادقوا عليه نحن ويخدم رئيس الجمهوريه مش يمس بالامن القومي، لان يعني ثم باش تعمل عداوات مع دول غربية، باش تعمل مع عداوات مع دول المطبعة مع كين سوريون، باش تقع الدولة في أزمة اقتصادية، لأنك أنت باش تقاطع الدول هذوما والتجار نتاعك ورجال الأعمال نتاعك باش يقاطعوا العباد هذوما، إذا باش تحل روحك في عزلة أنت هنا. أنت تحكي توا سي محمود وكانوا عندنا برشا شركات معناها تتعامل مع هذا الكيان بشكل مباشر ولا غير مباشر. معناها تحكي وكأنه عندنا مئات وآلاف والاقتصاد باش يتمس والأمن القومي. يعطيني بالضبط كيفاش تمس الأمن القومي وين بالضبط؟ فسر لي. نحن دولة ما نجمش ننجو في كل شيء أول حاجة. نحن دولة يعني ناخذ في قروض من جهات أجنبية. نحن دولة يعني مازلنا في مرحلة هشة.
اذا يعني بالطريقه دي بشق على ضرب كيان الدوله استمراريتها واستقرارها. هذا شنو نحن ماش خوفنا كمسار 25 جويليه. نحن قلنا راهو الجانب الفلسطيني عنده اكثر من 60% معاملات ومبادرات تجاريه مع الكيان الصهيوني ومع اسرائيل. منين الرقم هذا بالله؟ منين الرقم هذا؟ ادخل على الانترنت. لا دخلت ما لقيتوش فين بالضبط؟ نبعثه لك. باهي ابعث لي، قل لي كيفاش معناها مبادرات تجاريه، فسر لي. الجهه الرسميه الفلسطينيه اللي حضرت معنا البارح كان الموقف نتاعها معتدل، وسمت هي بيدها الموقف. ما نمشي ندخل في الاقسام اللي عنده ما بين جماعه الضفه وجماعه غزه، لان انا ما يعنيش انا قضيه. سي محمود، سي محمود، طمنوا الموقف يا سي محمود. تنجم تفسر لي ايش معناها مبادلات تجاريه بين فلسطين ودوله الاحتلال؟ على خاطر انا على حد علمي، على حد علمي لحد هذه الساعه ما زلنا نطالب بقيام دوله فلسطين. هذا هو المطلب من المطالب نتاعنا. خليني نكمل لك، خليني نكمل لك. انك تتحدث على مبادلات تجاريه رسميه ما بين زوج دول، نحب نذكرك ساعه بانه خلينا نبداو بحاجات بسيطه. مثلا انه فلسطين ما عندهاش عمله تتعامل بالشكل، وهي العمله نتاع دوله الاحتلال. ثاني حاجه، هذه دوله تحتل دوله اخرى، فهي ملزمه بالقانون الدولي لتوفير كل مستلزمات الحياه كالماء والكهرباء وغيره. حاب نقول لك حاجه اخرى، فلسطين راه حدودها مش مفتوحه من العالم، في العالم يمنع عليها كدوله ما تجمش اليوم تشري مثلا المحروقات من اي دوله عربيه، يلزمها تتعدى بدوله الاحتلال. يا صديقي العزيز، ليس هناك مبادلات تجاريه بين فلسطين ودوله الاحتلال. راهو كي تقول كلام كي من هذايا ويسمعك مواطن، اسمعني انت تو شويه برك، تسمع كلام كي من هذايا والمستمع ينجم يسمع معلومة غالطة ومش صحيحة وما هي مبنية على حتى شيء، وما فماش تبادل تجاري. فانا ميناء يتبادلوا، فانا ميناء، فانا مطار، فين في اي مكان. هذه الكل راهي محاصرة، هذه دولة محاصرة ما عندهاش حدود، ما جبت تدخل لها. حتى تدخل لها لازمك تمر من معبر من المعابر اللي فيها ايضا حدود اسرائيلية كما معبر الاردن. ما فما حتى تبادل تجاري. ما تخليوش الناس ربما تقتنع بالكلام اللي كما تقولوا هذا ويقول والله عندهم الحق حزب مسار 25 جويله والا غيرهم. هاو الفلسطينيين يتبعوا مع اسرائيل، هاو الفلسطينيين عندهم 60% والرقم ما فماش على جوجل ولا اعطيني ولا تجمش تفصله لي فاش بالضبط، في التجاره، في الصناعه، في الغذاء، في الفلاحه، في غيره. يا صديقي العزيز، ليس هناك مبادلات تجاريه. تكون ضد انه يكون مشروع تجريم تطبيع وهذا حقك، لكن ماهوش من حقك انك تعطي معطيات غالطه وانك تعطي معلومات غالطه وانك تفسر للناس بانهم الناس عندهم. راهو ما فماش دوله فلسطين للاسف الشديد، هناك حكم ذاتي فقط، سلطة فلسطينية تحكم في شوية أرض في الضفة الغربية ما بين المدينة والمدينة، فما قوات جيش الاحتلال تفصل ما بيناتهم. فقط للمعلومة حبيت نفسر لك باش ما تدخلش الناس بتعطيهمش معطيات غالطة. سي محمود بن مبروك كريم، احنا ما ناش نعطيهم معطيات غالطة. احنا كي نحكيو على المبادرات التجارية، راهو ما ظني ماهوش الحكومة الإسرائيلية يعني هي اللي تشرف على العمليات التجارية اللي واقعة داخل فلسطين. طبعا الحكومة الإسرائيلية ما يدخل حتى بضاعة إلا ما تتعدى عن طريق الحكومة الفلسطينية. يا صديقي العزيز، إلا ما تتعدى بميناء حيفا أو تتعدى بمطارات بن غوريون أو تتعدى تتعدى إما بالتهريب، تتعدى إما بالتهريب. يا صديقي العزيز، ما فماش ما فماش ما فماش ما فماش كل بضاعة تدخل فلسطين تتعدى عبر معابر إسرائيلية وتاخذ عليهم دولة الاحتلال ضريبة، ضريبة كبيرة ياسر زادة وبعد توصلها لهم. شكرا لك سي محمود بن مبروك، الناطق الرسمي والأمين العام لحزب مسار 25 جويلية. شوف أنا